هتظبط. يا ياسمين والله معلش. ما في تفضل طال عمرك. الاكله اسكالوب الدجاج مع الخضار المشوي. اسكالوب دجاج يعني اسكالوب يعني شرائح. قطعه الدجاج هاي راح نشرحها مع بعض. اول شيء راح اقول المكونات عشان المشاهدين وعشانكم. صدر دجاج، زبده، رز، خضار مشكل اللي عندك. الخضار الموجود بتقدر تشوي، جيبه كوسة، بطاطس، فلفل رومي، طماطم الموجود. اوكي، بنشرح الدجاج، بنحمسه يعني بنشويه بالمقلة وبرفعه على طرف، وبرجع بشوي الخضار المشرحة كلها بالطول، شرائح طولية وضعيفة طولية؟ ستكات ايوه دائرية؟ لا كيفك، تمام، بس يفضل انها تكون طولية. طولية تمام. اي نعم. بطاطس، الكوسة، الفلفل الرومي، الطماطم. اوكي، بنشرحها شرائح وبنشويها بالمقلى بالزبدة وزيت الزيتون. نفس هذه بالزبدة. سمعت وش قال؟ ايوه ايوه. انت بتحب تبدا بالخضار ما في مشكلة، بتحب تبدا بالدجاج كمان ما في مشكلة. الرز هذا جنب الأكلة، أنت بتطبخه على ذوقك. أوكي؟ بهارات الأكلة هي بهارات بيضة، يا إما بتجي بهار فلفل أبيض أو مشكل أبيض من بهارات سرة. شفتوا البهار الأبيض؟ من بهارات سرة. أحطه عليك بعد ما تطبخه ولا قبل ما تطبخ؟ بترشه على الدجاج وعلى الخضار. قبل ما أطبخ يعني. بتنكه فيه الأكلة. حلو. إيه. قبل أثناء الشوي. أثناء الشوي. نعم. أثناء الشوي. الآن شلون بدنا نرجع نجمع الأكلة ونطهيها طهي كامل؟ الآن أنت شويتها شواء بسيط بالمقلة من خلال زيت الزيتون والزبدة، شواء ثم طهي. الطهي بيجمع الخضار مع الدجاج وبصب عليهم كوب مي وبكتمهم لمدة 10 دقائق، يعني الشواء 10 دقائق والطهي 10 دقائق، بتكون الأكلة جاهزة. طهي الدجاج، طهي الخضار مع الدجاج 10 دقائق، شواء الدجاج والخضار 10 دقائق. حلو، يعني اول شيء نشوي هذه. ايه، بعدين نشوي هذه. نعم، بعدين نحط على بعضها. بيكون سلقت الرز على طرف جنب الاكله. إيه؟ طبخه بالطريقه اللي انت بتحبها. البقدور الرز خارجي. خارجي الرز خارجي يعني بجانب الاكله. اي الحين راح نشوي. نعم. تمام. نصدر الدجاج. إيه؟ مع الخضروات. إيه؟ ثم نجمعها في طبق مع بعض ونضيف عليها المويه. يا سلام. المويه مقدار كوب واحد. كوب، احنا بدنا الاكله يكون فيها صوص، يكون فيها روح. صوص. ايوه، الصوص اللي نستخدمه عشان لما ناكل الرز جنب الاكله يكون فيها. ايوه، زي الادام كذا. زي الادام. أيوة. ايوه يعني. طيب راح نضيف عليه البهارات فقط. البهارات والملح. اوكي اوكي. الملح عشان نوزن فيه الطبخ. نعم، جاهزين. هذا الرز صح اللي نضيف عليه البهارات والملح. الخضار، الخضار والدجاج بيحتاج البهارات. أيوة. الرز انت حسب ذوقك، حسب ذوقك بتحب تسويه ابيض، احمر، اخضر، بكيفك يعني. طيب. عادي بالتقييم؟ عادي عادي. شيف 25 دقيقة. 25 دقيقة خلاص. 26 عشان 25 دقيقة. هي طبعا 20 دقيقة وانا قلت 5 دقائق. كافية يا شيف؟ كافية مرة. خلاص يا جماعة الخير، خلاص بعلمكم ليش. تمام. طيب اسلقوا اسلقوا. ايش خليكم؟